يطعمون الطعام على حبه. نعم، على حبه، يعني أن تتقاسم طعامك مع المساكين والأيتام والأسرى والغزيون أولى بالمعروف بعد شهر حالك من التشرد والدمار والموت. في أحد أكبر المحلات التجارية تعاونت الإغاثة الطبية لجمع التبرعات. بعض الشغلات متطلبات اللي بيحتاجها أطفالنا وأبنائنا في قطاع غزة ضرورية وأساسية، فكانت التعاون جدا رائع من قبل إدارة المول هنا، على أساس أنه بنحط بوكسز أو صناديق وبنحكي للناس اللي بحب مثلا يشتري أي قطعة مثلا ويضعها في هذا الصندوق، هو نوع من أنواع التضامن والشعور بأهلنا في قطاع غزة. ولأنك لن تستطيع التبرع للضحايا برصاص يقتلهم، إعلان عن مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتنظيف الرفوف من كل ما هو إسرائيلي، ومحاولات لتوفير البديل المحلي بجودة منافسة. بشجعها كثير مش شوي، وأنا حاولت وعملت المستحيل ما أخذش ولا إشي من البضاعة الإسرائيلية، بس في شغلات فيش بديل، لحد ما يصير في بديل إحنا نفسنا مقاطعينها، وهذا إشي بشرفنا يعني. احنا بنشجع مصانع العربية، بنشجع شعبنا، بنشجع مصانعنا، بنشجع جميع اخواننا يقوموا في مشاريع شغلوا اخواننا العرب. المواطنون المقبلون على التبرع وعلى التسوق يحاولون ان يخلوا سلال تبضعهم من منتجات اعتادوا عليها، مشجعين ومتشجعين اكثر من اي وقت مضى. هي آلية بالتدريج، احنا بلشنا في اكبر شركات تنوفا، شتراوس، اليت، سبرينغ، تابوزينا، هدول الشركات بلشنا فيها وجبنا لها بديل، وفي المراحل الجاية خلال أسبوعين راح نفضي إن شاء الله كل السوبر ماركت من بضاعة إسرائيلية لحين منوفر بديل محلي أو أجنبي. هذا احتلال وهو بقتل أطفالنا وبدمر بيوتنا وقاعد في أرضنا، فمش لازم يقعد في بطوننا كمان الاحتلال. نحو مليار دولار ونصف مجموع ما استوردته فلسطين من البضائع الإسرائيلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يجعل المقاطعة أكثر من مجرد تعاطف وتضامن. حين نتحدث عن مقاطعة المحلات التجارية للبضائع الإسرائيلية، فنحن نتحدث عن خسائر إسرائيلية بمئات الألوف من الشواكل إن لم تكن بالملايين. السؤال، هل ستبقى هذه المقاطعة أم أنها حملة ستنتهي بانتهاء العدوان على غزة؟ وهل سيسمح أصحاب المصانع بتطوير أعمالهم لتوفير البديل وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة الفلسطينية؟ تلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.